بسم الله الرحمن الرحيم، ويا هلا مرحبا فيكم مع حلقه جديده نتواصل معكم فيها احبابنا متابعينا عبر شاشه تلفزيون الراي ومع برنامجكم سوالف الديره. وراح نحاول ان شاء الله نسلط الضوء في هذا البرنامج على اهم المواضيع اللي تهم المواطنين والمجتمع في هذه الفتره، خصوصا من يعني فتره جائحه كورونا وهذا الوباء. ونسال الله العلي القدير ان ان شاء الله يزيل هذه الغمه عن هذه الامه، وان يمد الجميع بموفور الصحه والعافيه، وأن يمن بالشفاء العاجل إن شاء الله لمن أصيب لهذا من هذا الفيروس أو لأي مرض كان. نسأل الله السلامة للجميع. حياكم الله، ننطلق معكم على الهواء مباشرة عبر شاشة الجميع تلفزيون الراي، ونتمنى بالتأكيد من الجميع الالتزام بالشرطات الصحية والتوصيات من أجل سلامتكم وسلامة أهلكم وأحبابكم وأبنائكم من هذا الفيروس. يعني لا نأخذ العملية ونأخذ الموضوع ببساطة أو نستبسط الأمر، خصوصا بعد هذه المدة الطويلة، لكن إن شاء الله الفرج قريب بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحاول قدر المستطاع بأن نلتزم بالتباعد، وأيضا بالالتزام بالكمامات ولبس القفازات وغيره، ونحاول جاهدين لا نخرج إلا للضرورة والحاجة القصوى. اليوم ما شاء الله كل الطلبات اللي أنت تحتاجها تقدر تطلبها عن طريق المواقع أو عن طريق الابليكيشن لأي أي محل كان، أي خدمة كانت تقدم وانت جالس في البيت، فلا يكون خروج إلا للضرورة. لا سمح الله تلتقط هذا الفيروس وتنقل هذا الفيروس إلى بيتك، ويتضرر الآخرين اللي حولك من هذا الفيروس، وانت بالتأكيد انت غير متعمد لهذا الأمر، ولكن نسأل الله السلامة لنا ولكم. حياكم الله، راح ننطلق معكم إن شاء الله. إلهنا أنت الشافي، إلهنا أنت الكافي، يا من كفانا كل شيء اكفنا شر الأمراض، يا من كفانا كل شيء أعذنا من سيء الأسقام، يا من كفانا كل شيء أعذنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء، وأن تحفظنا من كل وباء، اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. فن الكاريكاتير هو من الفنون مهمة جدا الأمانة، ومكانتها في الوسط الفني والوسط الفنانين الرسامين التشكيليين، يعني هذا الفن عادة ما يكون بالتأكيد له أهمية، وهو دائما يكون متنفس لهموم وقضايا الشعوب بشكل معبر، وايضا متنفس لمن ينقل هذه الصوره والقضايا اللي يحملها على عاتقه، وكيف يرى لهذه القضيه او لهذا الشان، سواء كان محلي خليجي عربي عالمي، فريشته تترجم هذه التفاصيل وهذه الافكار، ناهيك عن منهجيته وعن تفكيره وعن رؤيته وزاويته الخاصه في قراءه هذه المواضيع، لانه يتمتع هذا الفنان بشمولية أكثر، بذهن متفتح ورؤية أكبر وأشمل، لأن يطلع على كل هذه القضايا من كذا زاوية مختلفة، ومن ثم يترجمها من خلال هذا الفن وهذا الرسم الكاريكاتير، حتى يوصل هذا الهم أو يوصل هذا النقد أو يوصل هذه المشكلة إلى المعنيين. يعني دوره بالتأكيد عنده دور مجتمعي مهم، خصوصا احنا في جائحة كورونا، يا ترى وينهم في هذه الجائحة في ظل الحظر، ايضا كيف يتمتع هذا الفنان بترجمة هذه القضايا من خلال مراقبته ومتابعته. يسعدنا ان نستضيف معنا نائب رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية
ورسامة أيضا بجريدة الراي الأستاذة سارة النومس. سارة مساء الخير وحياك الله ويا هلا مرحبا فيك. مساء الورد، يعطيك العافية وشكرا على المقدمة الجميلة هذه، وعيدكم مبارك العيد اللي راح، وكل عام وانتم بخير العيد الجاي ان شاء الله. كنا قاعدين في البيت معيدين في البيت ان شاء بس الله. الحمد لله، يعني هذه كانت يعني ظرف طارئ صار للعالم كله. نعم. وللامانه وقف كثير من الاشياء، وكانت له سلبيات ولا ايجابيات، فلله الحمد لازلنا نقاوم هذه او هذا الفيروس. نعم. بكل شجاعه الحمد لله. الحمد لله، نسأل الله السلامة للجميع إن شاء الله. لكن أنتم كفنانين أيضا اختصار يعني ما يوقفكم لا كورونا ولا غيره، يعني دائما حاضرة هذه الأفكار من خلال ترجمتها وتوصيلها وإيصالها للناس من عدة وسائل مختلفة، وممكن يعني مناقشة هذا الفن أو ممكن أن هذا الفن يصل لأي لغة ولأي ثقافة ولأي جنس على الكوكب كامل. الكل يعني يشاهد هذه الرسمة وكل يعني يأخذ هذه الرسمة وأفكارها وأبعادها لقضيتها من خلال خلفيته الثقافية وقضيته الخاصة فيه. فالجميل في فنكم أنه ما يعرف لغة ولا يعرف جنس ولا يعرف لغة. صحيح صحيح. للأمانة الفنان الكاركتر لازم يكون على طول أبديت مع الأحداث اللي قاعد تصير في العالم. مثل ما تفضلت إن ما له لغة معينة، فنانين الكاركتر على تنافس مستمر في طرح القضايا الحصرية اللي قاعد تصير بالدقيقة وبالساعة في عرض هذه القضايا عبر رسومات كاريكاتيرية. البعض منها يناقشها بطريقة سلبية والبعض منها بطريقة إيجابية، فلله الحمد يعني كانوا الفنانين موجودين على مدار السنة. بالبداية أنا كنت خارج الكويت يعني بداية السنة، فجت الجائحة وكنت خارج دولة الكويت، وحاولت أني أرسم امتناني وفخري في دولة الكويت اللي كانت من الدول السباقة في البداية في منح المنح المالية لدراسة هذا الفيروس وكذلك لإيجاد العلاج بأقرب وقت ممكن. فالحمد لله الرسمة لقت يعني صدى واسع الحمد لله. ممتاز. وانتشرت بكثرة الحمد لله. الحمد لله ممتاز. سارة بطلع الموضوع شوي، سالفة المونيليزا اللي وراك معلقتها على شو اسمه اللوحة اي ها والصبر تحت مكتوب الصبر ولا شنو؟ الصبر انا كاتبه اكثر شيء انا افتقده اللي هو الصبر، فحطته عشان اتذكر على طول. يعني انت لازم اتمتع بالصبر. يعني انت انسانه غير صبوره. غير صبوره صح للاسف، بس شيء حلو الواحد يواجه عيوبه صراحه ويذكر هالشيء قدام عشان غير صبوره على شنو يعني نفسه. غير صبوره على شنو؟ الصبر بشكل عام يعني بكل شيء. اوكي طيب، والموناليزا ايش موضوعها؟ الموناليزا يعني تعبر عن الفن. عاد الموناليزا اول ما رحت اللوفر يعني انا توقعتها رسمه كبيره، يعني بعدين شفت لما شفت الرسمه ايش صغرها، تي قلت كلها الخبه وهالازعاج هذا، واخر شيء الرسمه هذه طولها ايش صغرها يعني. صحيح، وكانت الصوره النمطيه مختلفه، ان اللوحه ماخذه يمكن نص المكان كله وبروحها. صح كلامك. الشاهد خلينا نتكلم على رسومات الكاريكاتير، يعني نعم، هل اليوم في ظل هذه الزحمة وزحمة الأفكار والقضايا وغيرها يفتقد إلى الجمهور، يفتقد إلى السياسيين أنهم يعني يعبر عن حالتهم أو تكون في علاقة ما بينه وبين هذا الرسم، تصل لهم الرسالة؟ والله أنا من بدأت الكورونا وأنا أعتبرنا كأن إحنا حالياً، ما أدري يمكن تشاركني هذا الشعور، كأن نعيش فيلم خيال، فيلم أكشن. كل يوم أحداث سياسية، مشاكل قاعد تصير في ظل الكورونا، يعني إحنا نشوف الكورونا ولا نشوف الأحداث اللي قاعد تصير. رسومات الكاركتر في هذه اللحظة في هذا الوقت لقت صدى أكبر من الأيام السابقة. يعني في السابق كان جمهورنا قليل، لكن الحين لأن الناس قاعدة في البيت تطالع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكبر، فإحنا قاعد ننتهز الفرصة بأن نعرض رسوماتنا الكاريكاتيرية اللي تخص الكورونا او المشاكل السياسيه اللي قاعد تصير حاليا في الوقت الحالي. فلقينا صدى اكبر، يعني لدرجه ان في رسومات قاعد احطها بتويتر، رسومات من 2013. نعم. ب 2013 ما كان في وايد ناس يعني يتداولونها، لما رديت وعرضتها يعني صار وايد صدى، وايد دزولي انه يبون يستخدمون الرسومات، قلت لهم حلالكم يعني. هل هذا معناته من 2000 اسف على المقاطعه، هل معناته ساره انه من 2013 الرسومات هذه تحاكي قضايا اليوم؟ يعني ما زلنا نفس المشاكل؟
بالنسبة لي أنا قاعد أحاول برسوماتي إني أرسم مشاكل كانت موجودة سابقا ولا زالت، وإذا ما انحلت راح تستمر. فدائما أشوف إن رسوماتي طويلة المدى، وهذا اللي قاعد أتعمد دائما إني أسويه. يعني معناته اليوم احنا عندنا يعني في قضايا كثيرة، هذه معناته ان عندكم مادة دسمة. نعم 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 وايد مواد موجودة بالساحة قاعدين نستغلها ونرسم عنها. حتى أخوي يعني في أحيانا نرسم يعني انتقاد الأشياء احنا قاعد نسويها يعني بمجتمعنا. احنا ما نعيش بمجتمع ذهبي كله مثاليات، في بعض صحيح. السلبيات اللي كنا نسويها يعني ما في مشكلة إذا عرضت يعني سلبية أنا أسويها يعني بيومي وأعرضها برسمة كاريكاتير. طيب هذا الفن منو جمهوره اليوم؟ والله في عد يعني الفن الكاريكاتيري لا جمهور معين، في ناس تحب الكاريكاتير فتابع فنان الكاريكاتير، في ناس يعني بالبداية لا زالت إنه تتعرف على الكاريكاتير، في ناس ما شاء الله يعني يحبون الكاريكاتير من البداية ومستمرين معانا، فجمهورنا معنا شوي. نعم بس يعني الحمد لله انه يكون عندنا جمهور قليل احسن ما انه يكون ما عندنا احد. هل انت مع موضوع بان انا فنان كاريكاتير كويتي فاتكلم على الشأن المحلي واركز على الشأن المحلي، ام انت مع الفنان الشامل الكاريكاتير المتعلق في قضايا شامله؟ يعني ممكن باكر يعني نرى رسمه عن الانتخابات الامريكيه، ممكن عن الوضع الاقليمي، ممكن عن خصوصا انت يعني عضو ايضا في حقوق الانسان. نعم يا ليت الله يسمع منك ان شاء الله. لا قريبا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الرسومات انا اتعمد اني اخليها رسومات يعني بعضها محلي والاغلب عالمي. في بعض الرسومات انشروها في اوروبا، اعتذر، في رسومات انشروها في اوروبا كانت رسومات عامه تتكلم عن مشاكل تواجهها دول الخليج والدول العربيه كذلك. هذه كانت تجربه جميله لي، عرفت الناس في اوروبا عن سارة النومس وكان دافع لي اني استمر. بالنسبة لي جمعية حقوق الإنسان كان يعني كلموني جمعية حقوق الإنسان وتواصلت معي أختي وحبيبتي المحامية أطياب الشطي بخصوص عمل مشترك ما بيني وبين جمعية حقوق الإنسان عن حقوق الإنسان، عمل كتاب عن حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة والمساواة ونبذ التمييز ضد المرأة. وين في التمييز؟ هني بالكويت ولا بشكل عالمي؟ بالكويتي. الكويت؟ لا بالكويت، موضوع خاص عن الكويت. الكويت في تمييز للمرأة اليوم قاضية المرأة؟ حتى لو المرأة قاضية يعني لما المرأة صارت قاضية ما يعني أن جميع النساء أخذوا حقوقهم. يعني نفس اللي يقول لك المرأة دشت المجلس، أوكي اللي دشوا المجلس شأنهم أن يمثلون المرأة، بس هذا ما يعني أنهم نجحوا في تمثيل المرأة. طيب شأنهم، لكن هل تجدين اليوم عندنا بالكويت فعلا في المرأة حقوقها ناقصة، في تميز أو تمايز ما بين الرجل والمرأة عندنا بالكويت، بينما ما شاء الله اعتلت جميع المناصب، مثلت الكويت خير تمثيل برا الكويت بكل المجالات، تجدين المرأة الكويتية موجودة بالجانب السياسي بالجانب الاجتماعي بالجانب الثقافي؟ يعني أنا معاك بهالشيء، إحنا نجامل كثيراً بالإعلام عن المرأة ونمدحها في جميع المحافل الدولية، ولكن في بعض النساء يعانون من الظلم في المجتمع الكويتي والمجتمع الخليجي والعربي للأسف. أنا ما أقول كذي إني والله في ناس لما يقولون لك أنا أمدح المرأة أو إني أدافع عن المرأة هذا لا يعني إن أنا عدوة الرجل. يعني إذا تبي تفتح ملف الرجل كذلك الرجل في مواضيع ظلم فيه بالمجتمع. لا 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 على المرأة، المرأة يعني أعطينا مثال سارة هي مظلومة فيه. المرأة مثال المرأة مظلومة فيه، المرأة ما عندها الحرية الكاملة أن تقرر مصيرها في المجتمع. في بعض الأمور أنا بصراحة يعني بحثت فيها كثيرا، ويمكن الناس راح تهاجمني بحكم أن إحنا مجتمع وعندنا عادات وتقاليد، المفروض الواحد ما يطلع برا العادات والتقاليد، ولكن هذه العادات والتقاليد إذا احترمتها ومشيت اللي بمزاجي أنا 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 فايزة وهم فايزين كذلك. في بعض الأمور اللي
اللي المجتمع انتقص فيه حقوق المرأة مع الأسف الشديد. لما وصلوا الأخوات في مجلس الأمة، هذا لا يعني أن النساء ككل في الكويت وصلوا للمجلس، لأن مع الأسف الشديد ما كانوا يمثلون المرأة ولا كانوا يطرحون قضايا تخص المرأة، وإنما اللي قاعد أشوف اللي دافعون عن المرأة بشكل أكبر هم الرجال في المجلس. لا تصوتي لهم المرة الجاية. لا انا صوتي كان لرجل المرأة اللي طيب. يعني المرأة هي تنافس المرأة يعني معنى. طيب هذا موضوع يطول شرحه. انا ما كنت انتقد المرأة، ولكن يعني انا كمرأة لازم اطرح القضايا اللي تخص المرأة، مثل ما قلت لك ان في قضايا كذلك تخص الرجل ظلم فيها في المجتمع. يعني مثلا التربية المشتركة، يعني احنا عندنا الرجل والمرأة اذا تطلقوا المرأة تاخذ الحضانة، ويعني انا آسفة على هالكلمة بس مو حلوة بحق الريال انه يدق على المرأة يستأذن منها يشوف ولده وتقول له تعال شوفه لمدة 3 ساعات او 4 ساعات، واذا تأخر عن هالشيء تبلغ عنه. فهذا الشيء يحرني انا كأنثى، يعني هذا ابوه، يعني لا حق انه يربي ابنه كذلك. ففي امور يعني لازم ان نسلط الضوء عليها، وان شاء الله اذا انتشر الكتاب لكم نسخة خاصة باذن الله ان شاء الله راح نتكلم عنه. راح يكون لقاء إن شاء الله حول الكتاب ونتناقش فيه إن شاء الله. سارة، يعني اليوم فن الكاريكاتير ما تجدين يعني أو ما تتأملين بأنه يكون موجود بالمدارس، موجود لثقافة أبنائنا، موجودة هذه الرسومات وتحتها فعلا نقد تحليلي يرافقها حتى الناس ترى هذا النقد التحليلي لهذه الرسومات؟ اليوم نجد هذه الرسمة فقط، وكل إنسان حر بتفكيره وحر بثقافته وحر بإرثه كيف يرى لهذه الرسمة وكيف يضعها. لكن أنا تجدين نعم. حان الوقت اليوم لهذه الرسومات أن تكون موجودة بمدارسنا، خصوصا بمواد التربية الفنية، ويتم النقاش حوالينها وتوسيع هذه المدارك. سؤالك جدا ذكي وجدا رائع، وأحييك على هذا السؤال الجميل، لأن أنظر بالنسبة لي أنظر للفن الكاريكاتيري كفن ذكي جدا. يعني أنت لما تقرأ معلومة وتضحك على هالمعلومة راح تركز بمخك، ما راح تنساها. فأنا كنت أتمنى صراحة أن الرسومات الكاريكاتيرية تكون موجودة في الكتب التعليمية. الرسومات الموجودة في الكتب رسومات جامدة، ما تخلي الطفل أو المتعلم يركز فيها كثر ما تحط رسمة كاريكاتيرية مضحكة وتعبر عن هذه المعلومة. وسبق كنت معلمة في وزارة التربية واستخدمت الفن الكاريكاتيري في توصيل المعلومة، والحمد لله يعني نجحت فيها. كانت تجربة خاصة ونجحت فيها الحمد لله. جميل، يعني انت على المستوى الشخصي، لكن احنا نتمنى انها تعمم يعني ك انا اتمنى كذلك يعني هالشيء. وتوقعين انا قلت لك حتى اذكر قريت معلومة سابقا ان خذوا مجموعة من الطلبة قبل لا يدشون الاختبار، نعم، وحطوا لهم مسرحية وخلوهم يضحكون، فعقب ما ضحكوا واستمتعوا ودخلوهم الاختبار فكان تقديمهم افضل من تقديم الطلبة الاخرين اللي ما خذوا ان نقاها ضحك قبل الامتحان. فالضحك شيء جميل يعني وعلاجي. جميل، تتوقعين انه راح يعني يوسع مدارك ابنائنا لما نعمم هذا الفن ويكون جزء رئيسي من مواد التربية الفنية؟ نعم، ليش لا، ما فيها شيء اذا استخدمناه. جميل، بحيث ان كل واحد يرى بدل لا تعبر. احنا يعني انت تعرفين وانا اعرف وايضا المشاهد الكريم، في قبل باللغه العربيه وغير في حصه التعبير، فاكتب نعم. تعبير كتابه اليوم ليش ما يكون التعبير رسمه؟ يعني كل فتاه وكل شاب يعبر عن افكاره من خلال رسم كاريكاتير. ارسم اللي تبي ترسمه بشكل يعبر عن افكارك. هل ممكن يعني هذا كلام. يرجع بالفائده على ابنائنا؟ في بعض الطلبة لما تشوف ورقته فاضية جدا، فهذا لا يعني انه هو غبي او انه ما يعرف المعلومة. قد يكون عنده مخزون علمي كامل بس ما يقدر يعبر عنه مثلا. صحيح. ككلمات بجمل اي ككلمات. فاذا اعطيته المجال انه يعبر عن هالشيء بالرسم ليش لا. جميل، نتمنى ان شاء الله في القادم الايام نجد يعني هذا الفن. يعني تقيمون دورات خاصة لهذا السن يعني ايضا كجمعية كاريكاتير؟ احنا دائما نقدم دورات، وبعض جميل. الفنانين يقدمون دورات حاليا اونلاين. ممتاز. انا للحين ما قدمت دورات، ولكن انا اتمنى صراحة ان تكون الدورات مكثفة في الوقت الحالي ويتعلمون الناس بهالوقت، يعني ليش لا. جميل، يعني ختاما كنائب رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية، كلمين عن هذه الجمعية وتوجهها في القادم الايام.
جمعية في هذه الفترة شاركت في معرض صوري بالأونلاين مع جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وكذلك حملات توعوية ضد فيروس الكورونا، فكان كل شغلهم أونلاين وكانوا موجودين باستمرار في السوشيال ميديا. فالحمد لله يعني جمعية الكاركتير دائما وأبدا بالمجتمع موجودة. قواكم الله، الله سارة يسلمك النومس، وموفقين إن شاء الله. إذا من كلمة بالختام أجمعين. ورسالة أحب أقول حق الناس الله يعطيكم العافية على صبركم، وأنا معاكم صراحة نفسيتي وايد تعبت من كورونا، ولكن هذه درس تعلمنا منه واستفدنا منه، وإن شاء الله الأيام القادمة راح تكون أفضل بحيل الله. عاد أنت عندك تصريح يعني تروحين وتردين؟ عندي والله، وقاعدة أقوم بس قاعد أحاول أمشي أكثر في الأماكن العامة شوي حرك جسمي. موفقة إن شاء الله. شكرا لزميلتنا بجريدة الراي وأيضا نائب رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية والرسامة الأستاذة سارة النومس، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لكم وأشوفكم على خير يا رب. على خير، حياك الله. شكرا لضيفتنا الكريمة، مستمرين معاكم بعد الفاصل. حياكم الله يا اهلا ومرحبا فيكم. طبعا اليوم الخميس وختامها مسك ان شاء الله مع ضيفنا، وراح تكون مليئه بالكلمات الجميله مثل ما تعودناها من خلال الطرح اللي قاعد يقدمه، سواء وطني عاطفي سياسي نقد وغيره. جميل دائما بطرحه والمواد اللي يقدمها. بالتاكيد بان الكلمات البسيطه الشعر يحولها الى حافز كبير للحوار والتفاؤل وطرح القضايا ومناقشتها والتعبير عن اراء ناس كثيره يختصرها من خلال كلمات منظومه جميله. فضيفنا وهو صديقنا للامانه وضيف دائم معنا على تلفزيون الراي عزيز وغالي، وهو الشاعر يوسف الشطي. مساك الله خير اخو يوسف، حياك الله. مساك الله بالخير دكتور، كيف حالك؟ ربي يحفظك، واخيرا التقينا بعد غياب طويل. دائما حاضر الله يسلمك الشاعر يوسف الشطي، وكل ما طالت الغيبه زدت بالغنايم. الله يحفظك، انا مشتاق لقناه الراي بشكل عام ومشتاق لك انت بشكل خاص. الله يحفظك ويسلمك عزيز وغالي. طبعا هذه الازمه يعني رمت بظلالها على اكثر واغلب الناس، وكل يعني في مجاله وفي تخصصه وفي تفكيره يعني اثرت في هذه الازمه بشكل او باخر. فازمه كورونا اليوم كيف تعامل معها يوسف الشطي المواطن؟ يوسف الشطي المواطن، زين انك ذكرت يوسف الشطي المواطن، افضل من الشاعر، انما الشيء اللي بقوله يمكن اشعر فيه كمواطن بعد وكشاعر، مو فقط كشاعر. اليوم احنا في هذه الازمه، انا شخصيا يعني مع الحظر ومع يعني المكوث في المنزل لوقت اطول، قله الطلعه وقله الحركه، الواحد ما عنده الا يقرا شيء من الادب في 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 زمان اصبح يعني الادب فيه عمله نادره، و يعني انظر الى او ارقب اخبار فيروس كورونا بحذر. والشيء الاهم هو هذه الاخبار اللي ضيق الصدر اللي نسمعها كل يوم، من فساد ومن سرقات ومن رشاوي ومن غسيل اموال. صارت يعني عندنا شلون الصلوات الخمس لازم 5 مرات في اليوم تسمع الأذان، أصبح عندنا كل يوم لازم 5-6 مرات تسمع لك خبر يعني ينغص عليك راحتك ويحسسك إن الأمور مش مستقرة. يعني لابد من بصيص أمل، يعني بالتأكيد إن إن شاء الله نسير بالاتجاه الصحيح. يعني وهذه قضايا في بلدان العالم كلها موجودة، ولكن الأجمل بأنها تسير في الخط الصحيح للحل لهذه القضايا إن شاء الله. يا رب. بما أن هي تحدث في بلدي، فأنا حريص أني أتحدث عنها وأني أراقبها، لأن هذا بلدي، ما حد راح يحب بلدي كثري. أنا الدول اللي برا ما تهمني، كلها كل دول عندها شعبها وعندها حكامها وحكوماتها ووزرائها وهذا والناس المنوط فيهم إدارتها. أما أنا في بلدي فأنا أحزن لما أشوف هذه الأشياء يوميا.
بالتأكيد. وبالنهاية هذه الأمور اللي قاعد تحدث يمكن إذا ما أثرت علينا بشكل كبير راح تأثر على عيالنا باكر. إحنا خايفين على عيالنا، ما أدري عيالنا شنو مستقبلهم. والله الخوف على يعني بالتأكيد مشترك، والخوف على البلد أكبر، ولا نزايد على أحد في هذا الجانب. فبالتأكيد كل يعمل في مجاله وفي تخصصه ويعبر عن آرائه حسب ما يراه وفق القانون، هذا شيء أكيد، وكلنا تحت طائلة القانون في هذه الأمور. فبالتأكيد الهم مشترك في هذا الجانب. وناهيك أيضا كونك أنت كشاعر رؤيتك تختلف بشكل أكبر وأشمل في هذه القضايا، وترجمتها على قصاصات الورق سواء ككتابات أو كأبيات منظومة. اليوم في أزمة كورونا الشاعر يوسف الشطي كيف تعامل معه وتعامل مع هذا الحظر؟ هل تم حظر الشعر معه أم زادت يعني الآراء والأفكار الشعرية؟ لا والله أنا هذا الحظر يعني من الناحية الشعرية حققت فيه شيء كبير جداً، ونوعية قصائد مختلفة تماما عن السابق. يعني عندي يمكن قصيدتين أو ثلاث جدد. عندي قصيدة هي قصيدة رثاء في والدي، لأن أنا والدي رحمة الله عليه توفى في 5 أبريل 2019. الله يرحمه ويرحمه. وسبحان الله يعني بدأت برثاء من عظم الحزن اللي عندي ما قدرت أكمل هذه القصيدة. يعني هناك شيء يمنعني، كل ما أكتب بيت أبي بيت أقوى، فأمسح أمسح أمسح. سبحان الله في هذه الأزمة يعني الإلهام يعني مثل ما تقول كما لو كان نزل من السماء، وكتبت هذه المرثية وأسميتها بمرثية السماء، لأن أنا أشعر بأنها كما كان الإلهام نزل علي من السماء. وصورت القصيدة وإن شاء الله ناطرين بس المونتاج خلال الأسبوع القادم، وإن شاء الله راح تسمعونها إن شاء الله وترونها الأسبوع القادم. فإذا نبي نسمع قصيدة ثانية، تبي تبتدي بالمرثية ولا تبي تشرح القصائد اللي كتبتها الثلاثة؟ لا راح أتكلم في قصيدة وطنية، بما أننا نتحدث عن الوطن. نعم. الوطن حق علينا كبير، وإحنا يعني أنا شخصيا أجمل ما أحب أبدأ فيه هو الوطن. تفضل. بعد ذكر الله سبحانه وتعالى: قف علوا إن زهو الشمس زهوك، وسفوح المجد باتت مستقرك، وجباه الدهر إن حطت فحتما للكويتيين، فاعلم تلك أرضك. أولم تسمع بأرض الصامدين من تفانوا حتى بات السيف سيفك. يا كويت الحب رفقا، إنما العشاق غرقا، أي شيء قد حويت فملأت العشق عشقا. املأ الأفاق شدوا وغناء، إن كل الكون يشدو خلف شدوك، وتبدى إن توارى الصبح حتى ينجلي صبح، ويغشى الليل صبحك. واملأ واجعل الحلم شراعا، ثم أبحر من سواك من سواك حالما لله درك، إن للأفراح غرسا قد بدا في العين أنسا، فالبس النور وهيا كي نقيم الليل عرسا. وإذا التاريخ للعين ترى، فاعتل الأفلاك تدنو دون وقعك، إنما الأوطان أمنا وأمانا، فاجعل الأوطان دوما نصب عينك، ذاك عهد صيغ بالتبر فعاهد، ثم أوفي إن قبلت العهد عهدك، قف علوا إن زهو الشمس زهوك. أحسنت. وهذه راح نجدها قريبا يعني من الكلمات اللي مترجمة على الصوت والصورة. لا هذه قصيدة، هي قصيدة غنت في 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 شهر فبراير في مناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، وغناها الأستاذ الفنان الكبير عبد الله الرويشد، ولحنها أبو عبد الرحمن أخوي بشار الشطي، وهي موجودة على اليوتيوب من إنتاج شركة زين.
لكن مو كاملة أبو شعري. لا لا كاملة بهذه الكلمات اللي ذكرتها كلها. اي كلها كاملة. اي في قصيدة وطنية أخرى إن شاء الله هم صورتها تنتج يعني المونتاج مع المونتير يعني الأسبوع اللي بعد اللي جاي يمكن ننزلها، وهي قصيدة وطنية ولكن مو بالشكل هذا، هي محاكاة للواقع اللي إحنا نعيشه بشكل شامل وعام يعني. يعني تحاكي كورونا أم تحاكي القضايا الفساد أم تحاكي؟ تحاكي الواقع السياسي والاجتماعي والديني لكل. وهذه قصيدة شاملة للواقع اللي إحنا نعيشه، المشاكل اللي نشوفها كل يوم. حاولت إني أضع يعني يدي على الجرح في هذه القصيدة وأشمل المشاكل اللي إحنا نعيشها بشكل عام وبشكل مختصر ومبسط، إن شاء الله يعني نوصل بفكرة تصل إلى أذهان الناس وعقولهم. يعني ممكن نشرها هذه الأغنية بما تحملها من كلمات؟ هي قصيدة وليست أغنية. أو القصيدة يعني ممكن نشرها هذه القصيدة؟ إيه راح نشوفها إن شاء الله. صورتها خلص بس قاعد يمنتجونها، أنا صورت تصوير لنا قصائد جديدة ودقيقة جدا في مرحلة دقيقة ولها أهمية خاصة عندي، فحرصت إني أصورها تصوير بروفيشنال يعني مو تصوير بالبيت. إيه حرصت إني أصورها تصوير بإمكانيات عالية يعني. نقدر نسمع منها شيء ولا تبي تخليها بعد أسبوعين؟ لا لا أبي أخليها، مفاجأة مرثية الوالد يعني، بس حبيت أقول لكم إن هي راح تكون بعنوان مرثية السماء. نعم. وإن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله أن الله أحيانا وأحياكم إن شاء الله. إذن هذه تؤجلها، ما تبي تعلن عنها الآن ككلمات نسمعها؟ الثنتين تبي تأجلهم الحين نشرهم يعني؟ الحين نشرهم بإذن الله إن شاء الله. طيب ما عدا ذلك انا حاضر، اللي تبون تسمعونه انا حاضر. يلا جهز لنا شيء بعد الفاصل ان شاء الله ننطلق وياك. حاضر ان شاء الله. تدلل الله يحفظك. الله يحفظك. فاصل مشاهدينا وراجع لكم ان شاء الله، لا تبعدوا. مساكم الله بالخير، حياكم الله. وضيفنا وضيفكم الشاعر يوسف الشطي. يوسف مساك الله بالخير مرة ثانية وحياك الله. يا هلا يا هلا أبو تذكي عزيز وغالي، ربي يحفظك ويسلمك. يوسف اليوم كيف تواصلك مع الناس؟ يعني أنت دائما ما شاء الله قبل الحظر والدنيا هذه تحب تتواصل مع الناس وتحضر معاهم والمناسبات والندوات والمؤتمر وغيره، لكن اليوم في ظل هذا الحظر كيف، هل أنت مكتفي بالسوشيال ميديا؟ والله يا ابو تركي سؤال يعني جميل جدا، وفعلا يعني شوف انا من الناس اللي احب اتواصل خلال الدواوين. طبعا احنا عندنا الدواوين يعني ملتقى جميل، ويعني احنا بالكويت ننفرد بهذه العاده يعني، الله لا يعني يحرمنا منها ان شاء الله. الله يحفظك. فهذه العاده الان متوقفه جدا يعني، فالوسيله الوحيده للتواصل مع اصدقائك والعزيزين عليك هي من خلال يعني الواتساب، من خلال المسجات، من خلال الرسائل، من خلال الاتصال، انك تسال فلان انت بخير، حبيت اسال عنك في هالظروف في هالحال في هالحال. هذا الشيء الوحيد نتمنى يا رب يعني، نتمنى يعني ان لا تكون هذه الجمله او المقوله التي يعني تردد بان ما بعد كورونا مختلف عما قبل كورونا. نتمنى ان لا يعني تطلع علينا يعني ما بيقول عادات يعني تطلع علينا امور وظروف تلزمنا بان نغير من نمط حياتنا، لان هناك بعض المكتسبات الاجتماعيه اللي يعني اكتسبناها من خلال مجتمعنا صعب نتخلى عنها. اليوم احنا بالكويت يعني هذا الديوان يعني هو 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 مجتمع صغير، تشوف فيه الاصدقاء وتتحدث فيه عن الادب والسياسه والاقتصاد والاجتماع والاسره وكل شيء، يعني وتسمع اخبار الناس وتسمع هذا مثل ما قلت في بدايه كلامك يعني معك. هذا نموذج إيه؟ كويتي فريد من نوعه يعني نتميز فيه عن باقي العالم اجمع. أتمنى فلا يمكن تركه يعني من الاشياء اللي اتمنى من الاشياء اللي فعلا يعني اتمنى ان بعد ازمه كورونا ان شاء الله ما تتغير هذه العاده، هي دواوين اهل الكويت. والله دواوين يعني اتوقع للتواصل.
نعم دواوين اتوقع اخوي يوسف بانه من راس الهرم سيدي صاحب السمو امير البلاد وهو حريص على هذا الامر وتجده يعني يتزاور مع الناس في ديوانهم ويدعوهم ايضا في ديوانه مفتوح كذلك في ايام معينه وحتى حتى كذلك احنا يعني رموزنا وحكامنا الله يحفظهم ويطول اعمارهم تعودنا على التواصل معاهم من خلال صحيح. هذه الزيارات وهذه الدواوين صحيح. احنا حتى مع رموزنا ما ودنا ان احنا تنقطع هذه العاده بسبب ازمه كورونا او ما بعد ازمه كورونا ودنا ونتمنى ان الله يعدينا هذه الغمه ان شاء الله يا رب وهذا البلاء وهذا الوباء آمين. ان شاء الله نرجع كما كنا سابقا واحسن واجمل ان شاء الله ان شاء الله وللضروره احكام يعني مثلك عارف واليوم الضروره تفرض علينا وجودك معنا نسمع قصيده حاضر ايه ما نبي تروح الحلقه وما سمعنا من القصايد وجمهورك لا تدلل يا ولد تفضل كل شيء يكبر وانا عندي امل إني أكبر مثل ما حلمي الصغير إن وصلت وما وصلت وما وصلت هالجسد يكفي تخطيت الكثير الجبل مو كل حالات الجبل والكبير اللي انكسر يبقى كبير والزمن لو تجمل محمل دامك بخير في الدنيا بخير آه من طعم المرارة في الجمل وآه من شيء أبيه ما يصير أتعثر والحياة تمشي عجل وتهيأ الأول الدرب الأخير وتحزن بالصبر ليوم من وتجدى بالبصير والضرير كل شيء له زمان وله أجل وكل علم له قبل يقبل نذير وكل جاه يحسب إنه ما جاه كل من أطلق يده وده يطير كل رجل له مكان له محل والحكيم اللي يشار ويستشير لا تهين تاخذ الدنيا هزل لا ولا ترجل يسير من العسير خذ زمانك بالروية وبالعقل واستدر قبل الحوادث تستدير واجتنب ما لا يطاق ويحتمل واقتنع تغنم من الدنيا كثير قل هو الله يقينا وعمل فهو الرحمن والمولى القدير أوليس الباز أولى بالقلل والسيوف الهندي أولى بالجفير فالله الله لا يغوث له بل نعم مولانا ويا نعم النصير قد ملأناها رجالا وأسل وطوينا الأرض لفحا وهجير وركبنا الخطب والخطب الجلل وكرعنا ملك كعب وجرير رسمنا الشعر ملكا فاكتمل وأنا اليوم لما كان أمير أي ملك وأمير لم ينل عرش كسرى أو خزائن أردشير قد ورثت الفقر قهرا لا وبل ساقني للحد في دهري كالحسير إنما الأيام لغو وخطل فصفير الطير أضحك الزئير ولأن الحق نجم قد أفل صار أدنى الخلق كالهادي البشير فجزافا سمي الجبن خجل ومجازا سمي الليث بعير سلام أحسنت عملية الدمج ما بين الفصحى والنبطي والعامية يعني أنت دائما ما أدري هل هو حرص منك لتنفرد بقصائدك عن غيرك في الساحة الشعرية الشعبية ولا اللي ترى بأن القصيدة يجب أن تمزج وهذا يعني قصائد بهذا اللون الجديد من بعدك في القادم الأيام يعني يأخذ هذا الخط شوف هو في البداية وأعوذ بالله من كلمة أنا هذا الفكر يعني أنا تفردت في البداية وحاولت أن أفعل أو أصنع شيء جديد في الشعر النبطي فتوصلت إلى المزج ما بين الفصيح والعامي وهذا مو من اليوم يعني من أكثر من 20 سنة ولله الحمد الله وفقني في هذا الموضوع فأصبحت يعني مثل البصمة أو السمة لشعر يوسف الشرطي وأنا يعني أستمتع لما أنتقل ما بين الشعبي وإلى الفصيح وأعود للشعبي مرة ثانية وهناك قصائد يعني فصحى صرفة وهناك قصائد نبطية صرفة صحيح وما من ذاك وذاك يعني نتمنى أن نصل إلى ذائقة
الجمهور يعني، وأن نقدم شيء نعم. شيء للشعر يذكر يعني. الشعر اليوم أمانة، هناك أمانة أدبية لما تكتب الشعر. نعم. بما أنك خرجت من 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 سور بيتك إلى حدود الإعلام والتواصل الاجتماعي والناس والدواوين والمناسبات وغيرها، فأنت اليوم أصبح الشعر بالنسبة لك مسؤولية، وهناك أمانة أدبية مفروضة على الشاعر. لذلك الشاعر يجب أن يقدم شيء يليق بنفسه البداية، ويليق بالمتذوق والمتلقي، ويليق وأنت تحرص يعني دائما يعني على أمنيته أن أمنيات يعني طموحات الشاعر يعني. لازم يكون عندك طموح ان انت تقدم شيء مختلف عمن سبقوك يعني، ولا انت يعني خلاص لا تطلع لا تك يعني انت ما في تكرار عندك في هذه العمليه، تكرار الصوره النمطيه للشاعر وشكله. تحب انك انت تختلف عن هذا، وهذا واضح يعني. لما اسمع هذه القصيده اعرف ان هذه القصيده ليوسف الشطي، لكن الا تخاف على القصيده بان تتفوق الفصحى على العاميه، ويعني تكون العاميه نوعا ما تؤثر على الفصحى بنفس القصيده؟ شوف، هي عملية ذائقة يعني. أنا حين تسألني، أنا شاعر نبطي يعني، أنا خرجت إلى الساحة كشاعر نبطي، انتقلت بعد ذلك ما بين النبطي والفصيح. ولكن تسألني منذ بداياتي قراءتي للفصيح أكثر من قراءتي للشعر النبطي، لأن الفصيح أشمل يعني، أشمل وأوسع يعني بمراحل المراحل يعني. والشعر الفصيح بالنسبة لي أنا يعني أستلذ فيه وأستمتع أكثر من الشعر النبطي، أكون معك صادق يعني. ولو أني أكتب الشعر النبطي، ولكن لما أقرأ القصيدة الفصحى يعني أشعر بعظمتها يعني. نعم. قصيدة فصحى لها هذه المهابة، ولها هذا صحيح الرونق الخاص فيها. لا رونق الخاص، رونق الخاص فيها. نعم. فأنا أخاف يعني من الظلم اللي يقع على القصيدة بأن تكون الفصحى يعني وكلماتك وانتقائك الكلمات الفصحى تطغى على الكلمات النبطية العامية الممزوجة بنفس القصيدة. وإن حدث هذا الأمر أحرص لا، وإن حدث هذا الأمر نعم. فهذا شيء مو سلبي، هذا إيجابي، لأن بذلك إحنا نعود إلى اللغة الأم يعني. إحنا ما يعني نزعنا اللغة من ثوبها، لا بالعكس، إحنا كل ما إذا إحنا هذا الأمور مثل هذا الأمر يحدث مثل ما تقول دكتور، فإحنا بذلك نعود إلى اللغة الأم، وهذا شيء جميل لأن إحنا افتقدنا إلى اللغة العربية. والله افتقدنا صحيح. تعليم اللغة العربية حتى يعني تشوف اليوم الأجيال اللي موجودة كثير كلمات ما تعي معناها. زين يتحكي، زين يتكلم، أنا ما أبي كلمات، زين أبي محاورة بس. أنا والله أنا أشوف بعض العيال يعني الأطفال بسن صغير حتى كويتي ما يتكلمون. أنا لما أشوف ولد صغير ولا بنت وتكلمني بالإنجليزي أقول لها كلميني كويتي، حتى لو أنت تروحين مدرسة إنجليزية كلميني كويتي، يلا قولي لي حاجيني شنو تبين بالكويتي، تحكي لا تحكيني بالإنجليزي، حكيني بالعربي. يعني إحنا هدف اللغة الإنجليزية درسي مثل ما تبين. نعم. درسي مثل ما تبين، ولكن خلكم كويتي، ولكن كلميني بالعربي. أنا يعني حد هذه العادة أشوفها في بعض البيوت وبعض الأسر يعني الأمهات والآباء يتكلمون عيالهم بالإنجليزي. أنا ما أشوف في هذا الأمر لا برستيج ولا ثقافة بالضبط. ولا شيء يعني. أنا يعني بالضبط. يعني أنا عيالي يدرسون في مدارس إنجليزية، ما أتكلم معهم بالإنجليزي، لا يمكن يعني حاجيهم كويتي يعني. هذه لغة حصل عليها حتى لغتنا تساعد لغتنا بمفاتيح يعني الحياة مستقبلا، لكن مو معناته أنك أنت تنسى لغتك الأم العربية. ولا تدخل تدخل مطعم، تدخل مطعم ولا تدخل سوق، حتى الكلمات الكويتية أخو يوسف افتقدناها، بعض الكلمات الكويتية افتقدناها للأسف. شوف أنا بقول لك قصة يعني بشكل سريع عشان أبي قصيدة لأن الختام. أي حاضر. هذا عبد الرحمن والبشار أخوي يدرس مدرسة إنجليزية. فالمهم أنا أدري فيه هو بالبيت يعني، وعبد الرحمن حريصين إنه هو يتكلم كويتي بالبيت لا يتكلم إنجليزي. نعم. فأنا رحت له وهو يا ماخذ الموضوع يعني بحرقه، ما يرضى يتحكي انجليزي. فرحت له قعدت اسولف معاه، قلت حاكي بالانجليزي، انا اساله بالانجليزي يرد علي بالكويتي، اساله بالانجليزي يرد علي بالكويتي. قلت له انت شيك تحاكيني عربي، ما تشوفني قاعد حاكي انجليزي، شلون انت تدرس مدرسه انجليزيه؟ رد علي انجليزي ولا انت ما تعرف انجليزي؟ قال لي لا انا اعرف انجليزي بس انت مو كويتي. قلت له إيه أنا كويتي. قال خلاص أنا حاكي كويتي.
حلو صح. اذا انت صرت انجليزي او اجنبي اي انا احاكيك اجنبي، يا سلام. بس بدام انت كويتي انا اكلمك كويتي. قلت له والله عافية عليك، صح على من ربك، صح حياتي، الله يصلحهم. هذا اللي احنا نطمح له. اي والله يصلح جميع المسلمين ان شاء الله. الله يصلح. ختاما الشاعر يوسف الشطي ماذا يختار من قصائده لجمهوره؟ اي والله يا اخوي، شوف اليوم كلنا نحمل من الالام او من الحزن او من الشوق او من يعني هاي مشاعر الحب الجميله. انا اليوم من انا عيالي اثنين يدرسون في المملكه المتحده، يعني غايه بنتي الحين راح تروح الصف ال 12 مرحله 12، وسلمان الله يحفظه بيروح ثالثه هندسه، وما شفتهم يعني من الصيف اللي فات ما شفتهم، على امل ان نلتقي يعني شهر واحد او اثنين، وصارت ازمه الكورونا وبعد ذلك مفروضيون مع الاجلاء، ولكن خفت عليهم يعني بيني وبينك من دخول المطارات والتنقل هذا، وحسيت انهم هناك في امان. نعم. قلت لهم قررت انه يعني قرار صعب، ولكن قررت انه يبقون هناك حفاظا على الله يحفظهم ان شاء الله. شنو كتبت لهم؟ اي انما اي هذه القصيده تتكلم يعني اخاطب فيها بنتي. نعم. علاقه الولد ويا الابو ريال يعني ما اخاف عليه، يعني بالعكس يعني في امور وايد انا اهده بروحه راقبه من بعيد، بس اهده ابي يروح يعني يتعلم ويشوف ويحتك بالدنيا يعني. واضح. اما البنت لا، البنت يعني مهما انت تحاول تخليها تعتمد على نفسها الا ان الا خايف عليها، هناك نوع من الشوق يعني صحيح. يغلبك. صحيح. هذه القصيده تقول دنياي حدثني على شيء ما بيه، والدمع أدمى لعيوني ولا زاد، والصبر له يلتفت لي بناديه، والوقت له سمح ما بدل أحوال، والنوم لا جاني ولا قادر أجيء، والليل داعي هم والهم قتال، وهذا الجسد يحتاج عزم يقويه، فالناس ما ترحم إذا طاح رجال، به شيء يرجع بالعتب والمشاريع، وبه شيء ما يرجع ولو دكت جبال، وحزن الرجل لا فارق أبيه وأخيه، ما هو مثل حزنه إلا فارق عيال، وأنا على غاية من الفقد والتيه، والشوق والحرمان ما طاح وما سال، غديت تاجر هم أبيع وشري، أصبح على غلبان وامسي بغلبان. أحسنت 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 والله، يردهم لك بالسلامة. شكرا لضيفنا. أمين يا اليوم رب. الشاعر الجميل والمتميز يوسف الشطي، ونلقاك على خير إن شاء الله في القادم الأيام بالاستديو. شكرا لكم جميعا، وأتمنى أني كنت ضيف خفيف عليكم. ربي يحفظكم عزيز وغالي. في أمان الله. في أمان الله. الله يحفظك في أمان الله. شكرا لكم أحبابنا وين ما كنتم، نشوفكم على خير في أمان الله.